لا غير الخير. يا خشي 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 لدارك. هيا برك تايا ما تبداش انت تاني طلع لي في السبل ديجا راه وديني خارج. روح تشوف المات ولا روح اصحاب الجنة. ما عرفت كامل انت طالع حابك تشرب في جهنم. هيا يا يما واش كاين؟ ما درتي في ديك القضية؟ واش القضية؟ معلش عندنا 100 قضية، عندنا قضية واحدة. قضية الزواج. ياك هضرنا ولا نضلوا غير نعجنوا. لازم لنا نصيبوا فاميليا اللي توالمنا. والثانية لازم لي نصيب طفلة اللي ترضى عليك واللي تعيش معاك طول حياتها. كما قالوا الأولين، زواج ليلة تدبير عام. قالوا تدبير عام، ما قالوش 45 سنة. ايه مسيو ولا يفهم، يعرف في الربعين ويعرف في الخمسة وربعين. اسمعي ما قولي بلي ما راكيش حابة وخلاص. صاح النهار اللي جاي يخطبني مول السردين، وشكون ما حبش؟ انت ولا انا؟ مول السردين. اسمعي ما ماشي كيف كيف. سمعتي وما تخلطينا الشعبان في رمضان. هذا انت يا كبير عليه ب 20 سنة، أيا ضد فاهميني انا. كيفاش نسميه؟ نسميه بابا ولا نسميه خويا؟ يما اللي خطبته باش نضلوا نعاودوا في الكلام. ما فهمتينيش، كرهت وخطبت. عاود كلامك، وشكون خطب لك؟ كي جيتك ما حبيتيش ديت عمي وعمتي. ايه وليت تخطب، وليت راجل وتخطب، وعندك عمك وعمتك يصفر لك الوجه. لو كان جيت راجل تروح لهذاك عمك وتقول له يرد لك الطراب اللي خلاه لك باباك، وراك تخدم فيه كسيادك، ما راكش عند الباب كيكو سيرجا نهار كامل، وانت طلعوا من اللور حطوا من قدام في كيان افاسي من قدام. اسمعي ما تخلطيش الطراب مع الخدمه، راكي تسمعي. بابا اللي مزيون فيه وخلاه هرب وخلاه، ولا تحبيني نولي لي انا؟ ما نوليش لي انا. واش حبيتك عندي؟ جندي وطبق. قولك نسيو يتزوج في الزنقة ويدي عمو اللي يعني له عينيه وعمته، ويسحج حمال يجي انا ليا نديله الحمال. لا هذه ما قبلهاش بالكفار صيام العام، ما راني حاطه رجلي تما. مبروك عليكم.
عقب الدراري ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله. الله يسلمك نرجع صح الدراري يكثر خيركم. الله يسلمك. هيا بقى على خير. بالسلامة. هذا ما يخمو من الزواج للدراري رايحة ندير لك ريش انا هنايا. يا لالا واش من المرقة حرقت لك شواربك؟ ها؟ هذا تعيدي هذا. هيا شدي بلاصتك تشوفي ولا سبع ايام وسبع ليالي. وسعيني ولا تبغى نضرب غربتك اللي تحكم الحيط هي بعديني. شوفي الخبر يجيبوه توالا سمعتي؟ اسمعي روحي ندبي في دارك وعلاش ما تضحكشي؟ ها؟ وعلاش راهي في الجبانة؟ بعديني ولا تقوم ندبي لك حناك في الدنيا ها؟ ندبي لي حناك يا لالا. ايه نستاهل. لك زعما هو سقيتك وقلت لك تخدينا من هذا الضحك. سيتوني بالعقل قرار ها؟ الاخبار يجيبوه توالا. سمعتي؟ يسود حلايسك ما يسود حلايسك انتيا يا العزاريين. الفراو فتكسر عيسى لكن كل مرة معك تقول يا الله سبحان الله بحمده وخلي هذا الحطة الشطيح الرديح الويسكي الخبطة ونجي معكم من الغمة أزين على شيطان طيشي ولا كيف وليدي ذاك مهبول قولوه سجنيني ولا تدفنيني ولا يخذك الحال يا مطيارة لو كان انا مطيارة من بني دار قلت لي بنيتي دار كي راكي مخلوعة تعيي تشتاقي هذا الوجه وما تشوفيش حتى في المنام والو تحلميني من وجهك يجيني خبرك كيما العاده اعطيني حوايجي يلا واش من حوايج سيارتي اللي قعدت عندك اللي كنتي تزوخي بيها في الخرجات وفي العراس قولي لهذاك الراجل تاعك راس القنفود يشري لك اللي راكي تفخري بيه بيما هذا القصبر والجاوي كل ما تجوزي تهولوا الرجال في القهاوي هذا القصبر اللي يشوفك ما يرقد ما يصبر با 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 يا بنتي واش نقول لك راكي مخده تبعتك التبعه والعين نعهدك غنصيب لك راجل ببون وصغير ومولا مال بصح الحساد مقابلينك نو 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 ورديه راح تهبليني ها باغي انا عندي بهذا القماش هذا عندي ملايين تاع الكيلومترات واش ندير بيه؟ هبا نديرو شاشف هما كاع يحبوك فرحهم احبط يا حسن هاك تشوف مرا وراجل يستناو فيك يا حسن احبط ايه يا سميمنا ايه ايه هذا بونسوناكم هم دار لا ريتمو كيما تحب هذا بونتا سوناكات تلفزيون كولور وماشين ا لافي هذا ديزابيي بيض من بعد العرس لكنينيك هذه شميس دنوي خواخي هذه السنيوه تاع لي دراجي اللي عنده السنان وفارغ الشغل وتزينا ولاد الجاج من كل حباب صغير ولولو ينسى هادو زويجتي مسايس وخيط الروح والخاتم من بعد العرس ترهنهم هادي ورقه تاع باسكال من عند سي الحاج اللبان ضربت الدنيا بكوت بيي حتى تبداك اليوم بصحتك خويا حسن جابك ربي مالو خير ان شاء الله جوهر واش كاين لا لا ودوك هذاك العازب ما تقول له والو واش من عازب هذاك اللي طلع حابط بالفاليزه يا خويا حسن شكون ياسين ولا ما على باليش اسمه ساكن فوق منك ايه واش بيه يا خويا حسن ليل كامل
وهما داخلين خارجين والموسيقى والهرج واش تحبوا في الحياة؟ تعبي البارح البارك تعرفي بلي الانيفيرسون ديالو منعولوش خليه يبصر شوية ما عرفتش خويا حسن وهذا الانيفيرسون عام كامل يخلي هذه الموسيقى مليحة تهد الأعصاب وبنا وستنكي ستنكي وشطيح بدا مليحة عندي ما تحبيش شطيح علاش كاع عايش شطح ماشي ما نحبش الموسيقى وما رانيش ضد الموسيقى يا خويا حسن خلاص بصح على بالك انا نخدم مع دوك الناس من 12 د الفوق يا خويا حسن شكون هاد الناس جنون سمحي لي احنا نكتفيو شي صح ولا دار هكذاك الموسيقى وداك الزقاك اللي كيهربوا الجنون وتخسر لي التعزيمه يا خويا حسن ماشي حق عليه العب لك بخبزتك دوك يجي لهنا نزكع ليه وغدوة ان شاء الله تهدني غدوة ان شاء الله نلعب له بخبزتو انا نشتروه نشتكي به بافاكون ونخرجوه من هنايا. واش قال لكم يكون نديرو شانجمان نعطيكم مرتي ريش غراب وتعطيوني الحاج عليهم. وانا واش راح لي فيها ريش غراب ولا زعك تسديد؟ بدلني انا 90 كيلو شحم ولحم في 2 كيلو بطاطا. قول له يسود له السات. قوليها له انت يا سي. لا قولها له انت اللي كلوفي. ما راسي راهو يدور حبيت نتقيا سنة بابا سنة نجيب لك تبتاقة هاك بلك حوايجك قيا هنا لداخل كي عرفت مريض على جايب هذا الكلاخ معاك ايوا ولو كانت تبلع داك الفم ماشي خير انت اللي تبدي الباليزات من البابور تلدار تجيب لي هذا الولد كاتب كل الباليزات وتمني وتلطي تخدم عليا انت ويسلم لي بنتي اللي تبعت لي حوايج من فرنسا صافي تخدم الترافيك قلت له واش؟ وي نخدم الترافيك ونضرب الكارطه ونحي في البيض ونشوف في القمح